تلومني فالمريض اللي تعب واعطيته برات وريد، الظاهر ان المريض يموت قدامك ولا تسعفه. ليتك تركت الجريح يموت واليوم تعده شهيد، الموت بالعز خير من الشقاء والحالة الموسفة. هذا كان رد على بيت وصل. وصل قبلها يقول تلومني فالمريض اللي تعب وعطيته هبرة وريد، فأنا رديت على البيت ذا ما أقدر أتجاوزه، ما كنت أقدر أتجاوز بيت وصل هذا. هو يقول تلومني أني أبا أحيي المحاورة وأنعش المحاورة بالتجديد هذا وبالطريقة هذه، وأنا كنت معارض المدلول البيت اللي أنا ذكرته أني معارض لوجهة نظر وصل.